المعسكر هنا بقالنا بتاع تلات ايام دلوقتي وشغالين شغل كويس جدا في فترة اعداد. كابتن يحيى بيحاول يجهز اللعيبة بدنيا ونفسيا عن الفترة اللي فاتت، لان الفترة اللي فاتت كانت فترة صعبة بالنسبة للعيبة المصري وجمهور بورسعيد كله. اعتقد ان شاء الله باذن الله السنة دي فرقة المصري ان شاء الله باذن الله بقى لها شكل جديد وهيبقى لها ان شاء الله باذن الله اداء مختلف عن اداء السنه اللي فاتت ان شاء الله في ظل وجود كابتن طارق يحيى على راس الجهاز الفني. السنه دي الشكل مختلف، عندنا لعيبه كتير، صفقات كويسه، اسامي كبيره، ان شاء الله تكون اضافه للنادي ويرجع النادي المصري ان احنا نقدر ننافس زي السنين اللي قبل كده. انا شفت خير في النادي ده كتير جدا، فده يخليني ان انا ابقى متواجد في النادي المصري. يمكن كنت قريب من او تقريبا كنت موقع نادي سموحه، فجات لي مكالمه من الحاج ياسر وكابتن طارق، كان قعدت وتفاوضت وقلت لهم سيبوني يوم افكر، وصليت استخاره وجيت بعدها بيوم تقريبا قعدت مع الحاج ياسر وكان في وجود كابتن طارق ووقعته واتفقت مع فريق سموحه وخدت العود بتاعتي. بس الحمد لله يعني ان شاء الله كنت حد جديد لاحمد رؤوف لجمهور النادي المصري. رئيس الاداره عمل مجهود كبير مع الفرقه، حاول يجيب يدعم اللعيبه، يدعم الفرقه بلعيبه على مستوى عالي. عملنا صفقات محترمه، صفقات كويسه مع لعيبه كبار تقدر تساعد اللعيبه اللي قدام اللي فضلت من الموسم اللي فات اللي هي تعمل حاجه تحقق طموح الجمهور النادي المصري وجمهور بورسعيد اللي هو في الفتره اللي فاتت ما فرحش كتير. ف مجلس الاداره حاول السنه دي بالصفقات اللي عملناها حاول هو يدعم الفريق بشكل كويس قوي على اساس السنه دي يكون بدايه مختلفه عن السنه اللي فاتت ويكون شكل النادي المصري السنه دي مختلف عن السنين اللي فاتت. كابتن طارق يعني انا من الناس اللي انا كان نفسي اتمرن معاه من فتره وحصل بيني وبينه مفاوضات من السنين اللي فاتت، بس ما كانتش عشان بكون موجود مرتبط بعد مع النادي المصري ما كانتش بتتكلل بنجاح. ف السنه دي اتمرن معاه ان شاء الله وتكون سنه خير، ف يعني ان شاء الله استفيد بخبراته والفرقه كلها تستفيد بخبراته الكبيره ونقدر نحقق حاجه، لان هو اكيد جاي ليه طموح وهو باين من الاول اللي هو جاي طموحه اللي احنا كلنا شكل مختلف خالص عن السنين اللي فاتت، فان شاء الله يكون خير لينا كلنا باذن الله. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، دي كانت لقطات من تدريب النادي المصري. اعود من جديد للكابتن طارق يحيى. حكايه الطوارئ يعني انت بتحب قانون الطوارئ ولا ايه؟ طارق يحيى ده المدير الفني، هي صدفه كان معاك طارق مصطفى في المقاصة دايما ابدا، وافقت له بسهوله ان نروح المغرب مع الكابتن مشكلة. حسن ما عنديش مشكله، الكابتن حسن يعني من الناس اللي انا لو طلبوا عينيا اديها له. كابتن حسن بالذات يعني بحبه جدا، لا تردد لا طبعا. طارق كان له رغبه ان هو يعني برضه يجرب خبرات اعلى وراجل اكتر احترافيه و فانا موافقت على طول حتى وانا لسه في المقصه يعني. طيب بدات في طارق سليمان مدربا عاما خلع السكه صح كده، خلع ولا خلع. يعني بتبقى مربكه شويه انه انت هتعتمد على راجل زي ده وفجاه ما تلاقوش، عملت لك ازمه شويه؟ لا خالص، هو بص هو طارق اشتغل حوالي اسبوع او 8 ايام بصراحه اشتغل معاه كويس قوي بمنتهى الامانه فعلا، لا وكان مساعد بشكل كبير والراجل الحقيقه ادى اداء جيد جدا معانا، كل كبيره صغيره قال عن الفرقه، تقريره كان محضره، اللعيبه اللي لعبت، اللعيبه اللي ما لعبتش، بصراحه بقى منتهى الامانه برضه عشان ادي الراجل حقه، لكنه هو طبعا اختار نادي الزمالك. انا بس خسر جمهور بورسعيد، يعني اتمنى انه ما يخسروش. هو طارق اصل هم عارفين طارق يعني يعني احنا منهم وفيهم منهم عليهم منهم بيسامحوه في الاخر يعني في الاخر هيسامحوه، انا عارف ان هو شعب بورسعيد طيب. طب ليه ما خدتش طارق السعيد؟ يعني حسام حسن كان اختاره وبعدين حصلت مشاكل عشان الاهلي وكده، ما كانش هيبقى عندك مشكله. لا انا فكرت طارق السعيد وخدت طارق السعيد. هقول لك بامانه طارق السعيد اخويا الصغير وطارق السيد اخويا الصغير. نعم. طارق السعيد محسوب على حسام وابراهيم، انا ما اقدرش اخد حد من جهاز حد يعني حتى لو هو مش شغال معاه. ما انا ممكن اخد طارق السعيد النهارده، ممكن تحصل في الامور حسام يطلبه مثلا بعدها باسبوع ولا حاجه، هحط نفسي في ورطه. فاهمني؟ لكن طارق السيد راجل انا كنت هجيبه معايا المقصه من فتره فعلا. بامانه لكن ما كانش فيه مكان الحقيقه في المقصه ان انا اجيبه لان احنا كنا كتير في المقصه ما شاء الله. لما رحت المصري كان في طارق سليمان مشي،
على طول ما ترددتش وكلمت الحاج ياسر وقال لي ما فيش مشكله خالص. حتى الحاج ياسر عنده برضو خلي بالك. انت كان معاك اصلا مدحت مكي مع طارق سليمان. مدحت مكي كان مع طارق سليمان. نعم. جاء مدحت مكي بقى مدرب عام دلوقتي وطارق السيد مدرب. طارق السيد يعني لما تيجي تتكلم مدرب حراس. مدرب كابتن عادل مقول مدرب حراس مرمى. والجهاز الطبي والاداري. رئيس ناديك الاستاذ راجل طيب ومحترم قوي. طبعا مساء الخير يا استاذ ياسر. خير يا ابو كباتن. ازي حضرتك كل سنه وانت طيب. حاج يحيى ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. طيب. كله كويس؟ انا بحييك على البرنامج الرائع ده فكرتنا بالزمن الجميل. بس انت فكرتنا كابتن ان انت كنت سبب رئيس ان انت ضيعت منك كاس مصر. لا الانفراد. شفت الانفراد يا حاج ياسر لو جت جون دي 2-0. الانفراد اللي راح بيه برضه طارق سليمان اللي بتتكلموا عليه وانت شلتها كابتن علاء اصابه وضيع منك كاس. انا كنت صغير لسه بحكي لكيف ابني قلت له انا كنت قعدت اعيط لما عرفت طارق سليمان مشي ليه بقى من النادي. هو ده السبب. الكلب بتتواصل مصر. حاج ياسر عايز يعني اشكرك الاول انك راجل بتحاول تحل وطارق يحيى بيحاول يحل لكنه ما تردد في الصحف عن كلام حضرتك انك وجهت الدعوه او طلبت من قلت بالحرف بعد عزمت نفسي على النادي الاهلي والمهندس محمود طاهر لم يمنع. هل كانت كلمه والراجل مش هيقدر يقول لك لا طبعا في وسط الناس؟ هل يعني في محاولات انه العزومه دي تبقى حقيقه ونبدا نحط ركائز عشان ننهي الازمه دي؟ والله كابتن كبير احنا من اول يوم احنا بنحاول فعلا احنا من ايام الاستاذ كامل ابو علي كنا بنحاول في اي مبادره وكنا مستعدين ان احنا نعمل اي حاجه عشان خاطر نتم الفجوه اللي قاعده توسع دي. انا فعلا كنت في لجنه الانديه وقابلت الباشمهندس محمود طاهر والراجل قابلنا في الحاب عرضت عليه ان انا ومجلسي ايا كان بقى من باب المجامله او انا عرضتها انا بعرض بصفتي رئيس مجلس الاداره والناس في المجلس مرحبين ان احنا ممكن نيجي جات عندك في النادي الاهلي ونشرب شاي. الراجل رحب. ممكن تكون بقى زي ما حضرتك بتقول ممكن يكون من باب الاحراج مش هيقدر يقول لك غير اهلا وسهلا هيقول لك لا ما يقدرش يقول لك لا يعني بالظبط. وانا يعني انا بقول اللي حصل بالظبط صحيح. لكن احنا مستعدين لاي مبادره ومستعدين ان احنا لو في اي حاجه فعليه احنا جاهزين. موضوع ان الاعتذار موضوع ان احنا نعتذر هو احنا برضو مجمع علينا لكن احنا برضو نعتذر. انا مش عايز اقول نعتذر على حاجه ما عملناها بس احنا عشان خاطر نلم الموضوع احنا مستعدين لاي مبادره. انت عايز تنهي الموضوع باي طريقه بالظبط. طب هل شايف انه يعني الاجواء دلوقتي يا حاج ياسر احسن من الاول وبالتالي الـ يعني المهيئه انه ده ممكن يحصل؟ انا شايف تفكير ان احنا دلوقتي خلاص بقى عندنا دوله مرتكنه يعني مكتمله بجميع مؤسساتها وهيئاتها. انا شايف ان يعني ان الايام اللي فاتت طبعا واحنا خارجين من ثوره الامن ما كانش واقف على رجليه لكن دلوقتي الامن ابتدى يتعافى. بقى عندنا رئيس محترم زي ما بيقول الكابتن طارق عمل احتفاليه وثاني يوم الساعه 5 كان بيتابع يعني ما سابش فتره وجه يتابع ثاني يوم الساعه 5 بيتابع. فانا شايف ان احنا خلاص يعني داخلين بقى على عوده الدوله وباركانها بمؤسساتها. فانا شايف ان الوقت مناسب جدا ان احنا نلحق مشكله بقى لها فتره حصلت في تداعيات ثوره يعني كل اللي حصل احنا حصل عندنا كتير. كل يوم لغايه النهارده في كل بيت شهيد فحصل برق عندنا حصل 72 من ولادنا ماتوا نحتسبهم الله شهداء و60 واحد زي ما انت قلت عندنا بورسعيد برضه متتابعه بسبب الاحداث دي. فاحنا عايزين نلم الامور بقى واحنا كناس مسؤوله احنا المفروض كلنا كده نقعد نتكلم بقى فعلا مش الموضوع من باب المجامله زي ما احنا بنقول لا عايزين حاجه رسميه فعليه. وطبعا موجود عندنا الكابتن رئيس وباشمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الشيخ الازهر ما تنساش الشيخ الازهر طبعا الازهر. احنا جاهزين لاي مبادره زي ما قلت لك لان خلاص بقى احنا كل هنقعد جايبين الموضوع هيفضل يكبر الفجوه هتوسع يعني خلاص لازم نلم الامور. اشكرك استاذ ياسر شكرا جزيلا بتمنى لك التوفيق يا رب ان شاء الله تخلص النوايا. واضح ان الراجل نيته سليمه جدا. في مفاجاه سيوسبور يتقدم على النجم الساحلي في تونس بهدف نظيف. معنى النتيجه دي ان الاهلي وصل. معنى النتيجه دي ان الاهلي خلاص يعني احنا في الدقيقه 55 ما وصلش رسمي يعني بس لانه سيوسبور لا وصل. معنى النتيجه دي الاهلي وصل لانه يعني تبقى هيفضلوا خمسة بونت حتى لو كسبوا الاهلي هيبقى الاهلي 8 يعني لسه بس بسرعه بيكسبوا الاهلي بس يعني نعتبر وصل دقيقه 55 من اللقاء. زي ما بقول لك النجم الساحلي على فكره في اسوأ
حالات، وحتى نكانة بس صدق نكانة عنده فرصة كبيرة لو كسب سيوسبور. بالظبط. بس سيوسبور كمان لو كسب نكانة لسه كنت هقولك ده الفرصة يعني أكبر لسيوسبور، لأن الماتش على أرض سيوسبور على ملعبه ووسط الجمهور وفريق متواضع. طيب خليني بقى أروح لفرقتك بقى نفسها بالأسماء يا كابتن طارق. أنت عندك في حراسة المرمى عندك محمد العربي، أيوه، عندك أحمد حسين، وعندك الجرايحي. جرايحي وعجبك الجرايح قوي من الحراس اللي هيتعوض غياب الشناوي بشكل كبير جدا على مدار السنين اللي جايه. طيب احمد مسعود اذا كان عندك ثلاث حراس يعني الحاجه لاحمد مسعود كبيره ولا لو ما خلصتش الصفقه مش هتفرق معاك قوي؟ لا ما يعني احمد مسعود بص يا كابتن شبير بمنتهى الامانه منتهى الامانه احمد مسعود احنا ملتزمين لابعد الحدود لان الولد شارينا فما ينفعش الولد يبقى شارين. لا لا هو كمان طلع على اكتر من قناه وقال ان انا عايز اروح لمصر. نعم صحيح. فلازم واحد قدام رغبته. الحاج ياسر راجل محترم جدا وقال رغبه الولد انه يجي المصري احنا هنفضل مال اخر اللحظه. ايه المشكله اللي مع التليفونات ده؟ والله مش عارف. هو طبعا الحاج الاستاذ احمد سعد انا كلمته هو اللي والله يا كابتن شبير اصل في سوء تفاهم حصل عند الاستاذ رفعت جنيدي رئيس نادي تليفونات بلسويف. وصلوا له ان الولد خد بعضه وراح بورسعيد يتمرن. حد وصله مين ما عرفش. والله ما حصل. اللي حصل يا كابتن شوبير لقيت احمد سعد بيكلمني وهات احمد سعد وقعد على التليفون يقول لك ايه. لقيته بيكلمني هو اللي بيكلمني في التليفون. كابتن طارق انا احمد سعد انا الزحمة كابتن وبتاع صوت المحترم احمد سعد قوي على فكره يعني قوي وشال الفرقه دي على كتافه بس انا زعلت منه فتره كانوا عايزين لكن عذرته بعد كده ويلغوها لكن بالزبط. هو شالها على كتافه كابتن طارق موضوع الهبوط لكن انا عندي مبدا ده ما يزعلوش في حد هو اللي كلمني يعني. كابتن طارق الوضع كذا 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 واحنا بعد اذنك الولدين ثلاثه دول احنا عايزين نبيعهم علشان نعيش من فلوسهم على السنه الجايه. قلت له انا هساعدك يا حاج أمرني عايز ايه؟ قال انا عايز الولد احمد انتوا عايزين مسعود؟ قلت له قال عايزين كذا. قلت له من عندي قبل عندي هكلم الحاج ياسر. وكلمت الحاج ياسر قلت له ده تليفون احمد سعد كلم معاه. اتكلم مع الحاج قال له اوكي هنبعت لك شيكين ب 500 فاهمني؟ شيك يعني ب 500,000 والولد هيتخصم من مستحقات 400,000 ب 900,000 اللي انتوا عايزينهم 500 للنادي 500 للنادي 400 قال له اوكي ماشي الكلام خلاص يا حاج احمد خلاص بدانا نحضر الشيكات. كلمنا الولد تعال يا ابني عشان تمضي ما انا مش هروح مش هروح اجيب لعيبه قصاد مرمى السمك في ميه. مظبوط. جه الولد مضى وبناء على مكالمه مع احمد سعد ما جبناهوش غير لما احمد سعد قال اوكي. فعشان بس الناس تبقى عارفه يا ريت تصرف على الجنيه حد يوصل له الكلام احاول اجيبه على التليفون بعد اذنك يعني. فده اللي حصل يا كابتن شوبير. ماشي احنا بدانا التدريبات على اساس ان الولد خلاص خلصان. الولد نزل الملعب ما واحد فترة اعداد ومضيه واخد موافقة احمد سعد اللي هي تليفونات بني سويف. فالولد جه وخلصنا وبتاع فوجئنا ان التليفونات بتتهرب من الدنيا. ايه يا عم احمد في ايه الموضوع خرج من ايدي ليه يا كابتن؟ قال لك الاستاذ رفعت الجنيدي قال لي مالكش دعوه الموضوع ده موضوع معايا انا. احترمت هذه الرغبه. كلمت الاستاذ رفعت الجنيدي اكتر من مره ما ردش. بعت له رساله قلت له انا فلان عرفت انه في الصين قلت لما يجي بالسلامه. جه كلمته مرتين ثلاثه ما ردش برده ما اعرفش القصه. ففي محاولات من الحاج ياسر ان هو يتصل شخصيا ويروح يقابل استاذ رفعت وينهي الموضوع بتاع انا معايا احمد مسعود على التليفون. مساء الخير يا ابو حميد. يا اخويا يا كابتن عامل ايه يا كابتن احمد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن ومات طبعا كابتن طارق طبعا ازيك يا احمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك؟ التمرين ايه؟ تمام يا كابتن الحمد لله الحمد لله. بتحاول انت تخلص المشكله مع التليفونات؟ والله يا كابتن باذن الله يا كابتن بحاول والله يا كابتن ربنا يسهل يا كابتن ان شاء الله الامور دول تخلص على خير باذن الله. انت من ابناء بني سويف يا احمد؟ يا كابتن يعني ليك دلاله على الناس هناك بالتاكيد يساعدوك يعني؟ اكيد يا كابتن والله ان شاء الله الموضوع ان شاء الله كابتن في خلال ان شاء الله يومين ان شاء الله يخلص يا كابتن. هل قابلت حد؟ قابلت الاستاذ رفعت؟ قابلت الاستاذ احمد سعد؟ اتكلمت مع حد ولا لا؟ والله المهندس رفعت جاي ان شاء الله اليومين دول يا كابتن. هو ما حددش امتى بالظبط لكن هو قال انا جاي في خلال الاسبوع ده ان شاء الله. والاستاذ احمد سعد طبعا راجل كلمته راجل محترم جدا والله يا كابتن. قوي قوي جميل احمد. راجل محترم جدا يا كابتن. وانا الراجل ده يعني ليه خير طبعا على كابتن بعد ربنا طبعا. الراجل ده ولا انا عايز بس اوضح حاجه يا كابتن ان في ناس زعلانه مني ان انا ما اوضحش حاجات كتير للنادي. لكن استاذ احمد سعد هو السبب في اللي انا فيه ده دلوقتي. يعني بعد ربنا طبعا هو السبب في اللي انا فيه دلوقتي. لكن هو ممكن يكون شايف يعني مصلحه مسعود في مصلحه النادي. ان هو عايز يصرف على الفرقه
وانا طبعا ما بخلش طبعا على النادي اللي عملني طبعا صحيح. باي حاجه والحمد لله النادي المصري واقف جنبي بكل الطرق وكابتن طارق طبعا وانا تحت امر النادي كابتن في اي وقت وان شاء الله كابتن ان شاء الله اليومين دول ان شاء الله الموضوع يخلص باذن الله على خير ان شاء الله وتتالق كده زي ما تالقت مع التليفونات السنه اللي فاتت وبالتوفيق يا ابو حميد ان شاء الله والد محترم قوي احنا عملنا استفتاء على فريق الدوري يعني احسن حارس هو خد بس كان قبل الدوري ما يخلص هو خد احسن حارس ما شاء الله يعني انا حتى انا قلت على انا ما اديتوش صوتي حته الحراس دي بتبقى شويه فلكنه احنا ده اللي سيرت هنا في القناه عندنا في القناه خد يعني خد على شريف اكرامي وخد على عبد الواحد وخد على الحضري وخد على الشناوي هو خد وخد بفرق صوت صحيح هو الولد طيب قوي واخلاقاته عاليه جدا وزي ما اقول لك التزامنا لمسعود لغايه دلوقتي ان الولد شارينا فالحاج ياسر قال لي ما ينفعش يا كابتن طارق لعيب شريك وانت تبيعه صحيح ما ينفعش مع انك عندك ثلاث حراس ممكن تكمل بيهم لكن انت والله بالظبط انت بتقول فيها يعني حتى انا قلت ايه قلت للحاج ياسر قلت له يا حاج ياسر ما تقلقش وحتى الناس بتقابلني يا كابتن مسعود يا جماعه حتى لو لا قدر الله لا قدر الله بس احنا مع مسعود لاخر نفس انا شفت العربي وفي سموحه ده منقول من نبرودو من الحراس الموهوبين وشفت السنه اللي فاتت احمد حسين ادى بشكل جيد قوي الحقيقه في فترات غياب الشناوي وانت بتقول الجرايحي مستقبل النادي المصري وكمان عندك احمد حسين على فكره حارس والله يقول والله يقول عادل مأمور قال نفس الكلمه دي يعني عادل مأمور لما بساله ما هو انا مش هروح اتكلم للحاج ياسر كده وانا يعني عينيا انا ساعات يعني حته الحراسه دي برده كان شوير ادي العش لخبازه وما فيش احسن من خباز عادل مأمور معايا فبقول له عدول الوضع ايه كذا قال لي بص ما تقلقش احمد حسين لو خد هيبقى كويس جدا فانا اطمنت استريحت واستريحت ايضا لما اتكلم على جرايحي وانا شفت بقى جرايحي في التمرين وبالاضافه للعربي طبعا جون كويس مميز جدا واضح انك زملكاوي عنيف يعني الجهاز عادل المأمور وطارق السيد ومدحت مكي وكله زمالك في زمالك ما فيش حاجه كده طب اقول لك على سر اقول لما رشحت المنتخب 95 واتكلمت فعلا كان مين معايا في الجهاز مين طارق مصطفى وهشام حنفي هشام حنفي انا كنت مرشح هشام حنفي يعني كنت انا انا كنت مرشح هشام حنفي ومحمد عماره ما خدوش لحنفي ولا عماره الحقيقه لا والله يعني انا كان نفسي الاثنين يشتغلوا انا بحب هشام يعني هشام من الشخصيات اللي بحبها جدا فانا كنت قايل لطارق مصطفى لو انا جيت منتخب 95 ده هما كلموني فعلا بس الامور كانت صعبه شويه بالنسبه لي فقلت له يا طارق هجيب هشام معاك فقال لي لا كويس وتمام وفل فمش يعني بس هي حته الزمالك كابتن شوبير انت دائما وابدا بتبقى يعني مدين لنادي الزمالك لا هي زمالك وناس زمالك بالظبط انا بس انا بهزر يعني وانا خلي بالك الحمد لله بفضل الله ما بنقيش اي حد يعني انا لما جبت معتمد جمال من 8 9 سنين مدرب هايل خلي دلوقتي ما شاء الله معتمد فين خدوه مني نادي الزمالك في السنه دي بعديها ما في اول واحد بدات بمعتمد جمال كان مدرب معايا معتمد ثم مؤمن سليمان خدوا الزمالك برضو لو تفتكر في الجهاز ثم طارق مصطفى كابتن حسن خده ثم اخيرا مدحت مكي ومدحت مكي كان معايا في السعوديه وكان ماسك في فريق الاولمبي هناك كان عامل نتائج هايله جدا مدحت من الناس المحترمين انا يعني على وشك ان انا انهي بس عايز اسالك امالك طموحاتك يعني بتفكر في ايه المصري خطوه للزمالك حلمك ما زلت تدريب نادي الزمالك يعني بص اقول لك حاجه هو ما فيش حد حلمه مش نادي خاصه لو انت يعني لعبت للنادي يعني نادي الزمالك يعني نادينا ونتمنى ان احنا نكون موجودين فيه في اي وقت ولكن بدعي من ربنا سبحانه وتعالى ودي يعني دي ده الطلب اللي انا بديه ان انا لما اروح نادي الزمالك اروح في ظروف كويس واجواء تساعدني ان انا اسعد جمهور الزمالك نعم هي دي النقطه الوحيده لكن نادي الزمالك اتعرض مثلا من حوالي من قبل كده عليا وانا خدت جنب بصراحه خفت لان الاجواء ما كانتش تساعد خالص انك تنجح فانا مش عايز اخش نادي الزمالك في اي وقت فاهمني لازم تخش نادي الزمالك مع حد ينجحك وفي اجواء تنجحك عشان تسعد جمهور الزمالك اللي هو يا عيني بقاله اكتر من يعني الحمد لله بقى انا سنتين بناخد كاس مصر دي برضو حاجه مش وحشه هي بحاجه نوايا تسند زير او يعني حاجه ايه ضمن البطوله هي بطوله بتخش دوري السنه الجايه شايف المنافسه لو بقى مجموعه واحده هيبقى عامل ازاي لو مجموعتين شكله عامل ازاي هو لو مجموعتين انا قلت قبل كده هيفرز ابطال اخرى يعني لو مجموعتين بالظبط يعني انت بتتكلم في سنه من السنين كان سموحه مقاولين اتحاد سكندري كانوا نزلوا مظبوط النهارده مقاولين سموحه اتحاد في الاربعين نفسه فهي الكره كده
دوري المجموعتين افرز هذه المنافسه لابتعاد الاهلي والزمالك بجماهيرهم. خلي بالك جمهور الاهلي والزمالك مؤثر معاهم تماما طبعًا. يعني مش فنيا بس يا كابتن شوبير، لا جماهير برضه تفرق مع جمهور الاهلي. انت لعبت في الاهلي ولعبت في الزمالك وعارف السنه دي المجموعه الواحده انا يعني شايف انها هتبقى يعني لو احنا استمرينا بقى في الاجواء اللي احنا فيها دي هتبقى صعبه. كل الاحوال مجموعه واحده احسن، لكنه شايف انها صعبه فنيا احسن وفنيا للكوره المصريه، ولكن احنا بنتكلم في اوضاع بقى امنيه وداخل عن انتخابات مجلس الشعب وانت طبعا استاذ في الحاجات دي. الانتخابات دي بتبقى ايه؟ كنت بتبقى على ثلاث مراحل يا كابتن شوبير، وممكن تبقى اربع مراحل فهتاخد وقت. في ظل 38 مباراه اعتقد الامور هتبقى صعبه، لكن اتمنى التوفيق عموما ان احنا نختار دوري شكله كويس. وانا بتمنى لك التوفيق يا كابتن حبيبي. كابتن شوبير سعيد جدا ان كنت معاك، ورب نكون ان شاء الله باذن الله دايما بقول سبب في اسعاد جماهير بورسعيد اللي يعني اتظلمت السنتين اللي فاتوا كتير. اشكرك شكرا جزيلا كابتن طريح المدير الفني للنادي المصري. اشكركم اعزائي المشاهدين، غدا لقاء جديد مفاجاه انتظرونا باذن الله. We'll be right back.